كويسين قوي عمرو جمال. عمرو جمال مع الاهلي الحقيقه ادى كان مع الاهلي مع الاهلي وفي طلاع الجيش دلوقتي الحقيقه مادي برضو بشكل كويس. وانا شايف ان عمرو برضو عنده امكانيات كبيره. عمرو معانا على التليفون كده نطمن عليه. عمرو مساء الخير. سيف مساء الخير، بمس عليك ومساء كل مشاهدين قناه سبورت وعلى الكابتن سيد حمدي. حبيبي يا عمرو، عامل ايه يا عمرو؟ طمنا عليك. انا تمام، كله تمام الحمد لله. وحاسس ان كابتن سيد طبعا كابتن وانت كمان يا عمرو. عمرو طبعا شكل الموسم ده هيضحك ولا ايه؟ يا رب يا كابتن سيف. هو يعني الواحد شغال وبيتعب وانا واثق ان ربنا مش هيضيع تعبي يعني الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله بدايه موفقه ليا، ويا رب اتمنى الاستمرار السنه دي باذن الله، لانها سنه مهمه جدا في حياتي وفارقه في حياتي، فانا مركز جدا الفتره دي. ربنا يوفقك. ليه تصريحك ان دي السنه الاهم في حياتك؟ هي السنه في الاهم في حياتي لان دي سنه فصلانه. انا شايف السنه فاتت في الجيش ان انا كنت يعتبر بستعيد فورمة الماتشات، والناس في نادي الجيش السنة اللي فاتت كانوا واقفين جنبي بشكل كبير. السنة دي بدأت يعني زي ما تقول كده كابتن، زي ما أنا كنت كمان كنت معاك واتكلمت معاك إن أنا أدي التعب اللي أنا تعبته والفترة اللي فاتت اللي أنا اشتغلت فيها. الحمد لله نهاية الموسم اللي فات كانت مميزة بالنسبة للفرقة وليا، إن إحنا نلعب نهائي كاس، وكانت أول مرة في تاريخ نادي طلع الجيش ان كنا قريبين جدا، لكن البطوله راحت للنادي الاهلي في الاخر. كان عندنا ان احنا عملنا ماتشات كبيره، طلعنا فرق كبيره، بدانا الموسم يمكن مش بشكل كويس خالص، كانت صدمه بالنسبه لنا، بس كان لينا ظروفنا واسبابنا ان احنا كان عندنا 11 لعيب كورونا. فانت شايف ان الكورونا بقت تتحكم في مين يلعب ومين ما يلعبش الفتره اللي فاتت، لكن الحمد لله هنبتدي نرجع سنه سنه ونحط رجلنا على الطريق الصحيح. امكانياتكم كفريق كمان كبيره، معاكم لعيبه كبار جدا السنه دي. عندنا فرقه جامده جدا يا جماعه. يعني انا بصراحه والله يعني انا شايف ان احنا عندنا من احسن السكواد اللي موجود في الدوري بعد اهلي وزمالك وبيراميدز. انا شايف ان فرقتنا من احسن اربع فرق عندها سكواد قوي جدا. يمكن الظروف ما خدمتناش، لكن انا عارف دايما يعني الواحد عنده شويه خبرات، يعني مش هقول لك خبرات كبيره بس عنده شويه خبرات، ان هي البدايات لما بتبقى صعبه بعد كده الدنيا بتمشي، لما بتقدر بتعلمك حاجه. يعني الفتره اللي فاتت علمتنا، لكن ادينا اهو بدانا نحط رجلينا على الطريق الصح عشان نرجع بسرعه باذن الله. عمرو امكانياتك كبيره جدا، اتمنى ان شاء الله تكسر الدنيا، واتمنى ان شاء الله باذن الله خطواتك الجايه تكون ان شاء الله باذن الله بقوه، لان انت واحد الحقيقه من الناس اللي يعني بنبقى مبسوطين واحنا بنشوفهم في الملعب، وما بتبقى فايق الحقيقه بيبقى ليك شكل رائع. والله كابتن الحمد لله الواحد عنده ثقه في امكانياته. انا مرات مع كابتن سيد حمدي طبعا وكان لي الشرف، هو عارف كويس قوي. عمرو مكافح جدا يا كابتن، يعني بصراحه مش معانا عشان الهواء، لا يعني من المهاجمين اللي هم ما بيخافوش في اي كوره ممكن يشترك، عنده الهيدرز كويس، بيلعب تحت، بيلعب بمحطه كمان كويس في الصندوق، بيحارب على كل كوره. فانا شايف ان عمرو زي ما هو بيتكلم، لا دي شهاده لازم اقولها عليها. الواحد والله كابتن يعني لما بدا كان معايا في اول اول يعني السنه الثانيه بدا عمرو يشارك مع كابتن محمد يوسف، لما بدا يعني فعلا قدر. يعني هو لعب مع كابتن محمد يوسف وانت موجود؟ كان بيلعب عليك اساسي؟ طبعا لعيب كبير. لعبنا مع بعض يا كابتن، ما تتخباش على بعض. لا قصدي ان هو انا كابتن لمؤاخذة كان بيقعدك. بيقعدني طبعا، لعيب كبير. لا قصدي بدأ فترة، بدأ فترة كنا بنلعب بمهاجم، وعمرو بدأ فترة لما بدأ فعلا في النادي الأهلي. وطبعا لما لعيب صغير يبدأ ويشيل النادي الأهلي فيستحق ان هو يبقى موجود فعلا في النادي الأهلي. وانا شايف ان عمرو ان زي ما بتتكلم ان اول سنه كانت بالنسبه لك يعني كنت بتستعيد فورمه، لكن ان شاء الله عمرو لما يرجع يبقى من ضمن المهاجمين الاساسيين في المنتخب المصري. ربنا يخليك يا كابتن. انت شايف يا كابتن سيف يعني الفتره فاتت انا اهو يعني انا بحاول ان انا استعيد الفورمه. انا حاسس ان 75% الواحد وصل لفورمه معينه الحمد لله، حاسس بنفسي في الملعب، بتمنى الاستمراريه عشان غير بس التسريحه. يا عمرو الو عمرو كابتن سيف بيقول لك غير التسريحه، يعني مش بص ابتدى الكلام يجيب مع ما افتكر ان انت قعدته، فابتدى بقى غير التصريحه يا عمرو. لا 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 الدخله دي كانت غلط يا عمرو. هو بيحب شعره. طب والله يا كابتن الموسم ده بدات تشتغل، انا بقلل شعري كده. هتشتغل يا عمرو ان شاء الله. بقول لك يا عمرو على وضعك كده زي ما انت وربنا يكرمك. انا مهتم بحاجات اكتر ان شاء الله، يبقى لي حظ وجودي في المنتخب بادائي زي ما انا قلت يا كابتن باذن الله.
ومنها الرجوع النادي الاهلي. او يعني انا ليا هدف السنه دي، بس اهم حاجه ان انا اقدمش احسن غير من خلال ادائي مع الفرقه وتركيزي مع الفرقه. فانا يا رب كله ما يجيش السنه دي، وان شاء الله اعمل موسم مميز مع الفرقه، والفرقه هتعمل موسم مميز، ونعمل في نهايه الدور الثاني ان شاء الله نكون في مكان تليق بينا باذن الله. انت من اللعيبه الحقيقه اللي بحب اشوفهم في الملعب، وبحب اشوفهم في مستواهم، لان عندك امكانيات كبيره جدا. ربنا يخليك، اتمنى لك يا رب كل التوفيق. شكرا، وتحياتي ليك وتحياتي كابتن سيد حمدي. حبيبي يا عمرو، توفيق ان شاء الله. ان شاء الله.